حسب توجيه قائد القوات البرية. مفتشية قيادة القوات البرية تجري تفتيشا مفاجئ لقيادة فرقة المشاة الأولى لتقييم العمل ورفع مستوى الأداء. أمر أمرية الهندسة الآلية الكهربائية قيادة القوات البرية يجري زيارة إلى معمل تصليح الفرقة المدرعة التاسعة للوقوف على موقف تصليح عجلات مقر ووحدات القيادة. قيادة القوات البرية مستمرة بفتح الدورات التطويرية لمراتب قيادات العمليات والفرق لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات المكتسبة. قطعت المقر المسيطر لعمليات طوس خرماتو تنفذ عملية بحث وتفتيش أسفات عن العثور على مخلفات حربية تم تفجيرها تحت السيطرة. قوة من قيادة عمليات الأنبار تنفذ عمليات بحث وتفتيش غربي الأنبار أسفات عن العثور على كتسل العتاد تم تفجيره موقعيا. تستمر فرقة المشاة 14 بتنفيذ العمليات التعرضية للقضاء على الإرهاب حيث أسفت عن العثور على كتسل العتاد تم تفجيره دون أضرار.